تفضل. سم ما اسمع. غزوه احد، غزوه احد فيها اي، يقول غزوه احد هل كانت وقعت هزيمه للمسلمين؟ انا ما اظن انها وقعت هزيمه في معركه احد، وانما يعني قتل من المسلمين اكثر، لكن ما وقعت هزيمه كما وقعت هزيمه للكفار في معركه بدر مثلا. في معركه بدر هزيمه، وانهزموا وقتل منهم 70 واسر منهم 70 وغنمت منهم اموال، بينما في احد لم ينهزم المسلمون ولم يؤسر مسلم ولم يغنم شيء من اموال المسلمين، وانما توقف القتال. لكن قتل من المسلمين اكثر، نعم، لكن في بداية المعركة في أحد، في بداية المعركة انتصر المسلمون نصرا ساحقا وفر المشركون، حتى يقول البراء رأيت خلاخل نساء قريش يعني رفعن ثيابهن ويركضن من الخوف، انهزموا. لكن لما ترك الرماة مكانهم انقلبت الآية على المؤمنين وصار القتل فيهم أكثر. لكن الشاهد من هذا أنه لم تقع هزيمة في أحد والله العالم، لكن وقع قتل في المسلمين أكثر، نعم. وقع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نعم. يعني وقع أن المسلمين يعني انهزموا ثم رجعوا، نعم. لكن نقول انتهت المعركة بهزيمة المسلمين، لا يظهر. وإن كان أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. فأنا الذي أميل إليه أنه لم تقع هزيمة، وإن كان بعض الكتاب التاريخ والسير يقول أنه وقعت هزيمة، لكن الذي أرتاح له أنه لم تقع هزيمة، والله أعلم.